أهلا وسهلا بكم أعزائي تلاميذ في رحاب مدرسة نت مع دروس الرياضيات. درسنا اليوم هو الأعداد الأولية فيما بينها. إذا لقد تعرفنا على القاسم المشترك الأكبر أو كيفية إيجاد القاسم المشترك الأكبر بعدة طرق. انطلاقا من هذه الدروس السابقة سنتعرف اليوم على الأعداد الأولية فيما بينها. وضعية تعلمية. السؤال الأول: أوجد قواسم العددين الطبيعيين 20 و 27. يعني إيجاد قواسم العدد الطبيعي 20 ثم إيجاد قواسم العدد الطبيعي 27، ثم أحسب PGCD 20 و 27، أي إيجاد القاسم المشترك الأكبر للعددين 20 و 27. ثانيا: هل العددان الطبيعيان 20 و 27 أوليان فيما بينهما؟ أي بعد إيجاد قواسم العددين 20 و 27 يمكننا أن نحدد إن كان هذان العددان أوليان فيما بينهما أم لا. ثم اختزل الكسر 2268 على 847. سنقوم بحل هذه الوضعية التعلمية. إذا أولا هي إيجاد قواسم العددين 20 و 27. قواسم العدد 20، 20 يساوي 1 في 20، 20 كذلك يساوي 2 في 10، 20 يساوي 4 في 5. منه قواسم العدد 20 هي 1 2 4 5 10 و20. الآن إيجاد قواسم العدد 27. قواسم العدد 27، لدينا 27 يساوي 1 في 27، 27 يساوي 3 في 9. إذن قواسم العدد 27 هي 1 3 9 و 27. لقد وجدنا قواسم العدد 20 كما وجدنا قواسم العدد 27. منه القاسم المشترك الأكبر للعددين 20 و 27 هو 1. يعني إذا قلنا أنه قواسم العدد 20 هي 1 2 4 5 10 و 20. لاحظوا جيدا قواسم العدد 20. الآن قواسم العدد 27 هي 1 3 9 و 27. انطلاقا من هذه القواسم نجد أن القاسم المشترك الأكبر لهذين العددين هو 1. نلاحظ أن القاسم المشترك الأكبر هو 1، وبالتالي نقول أن العددين 20 و 27 أوليان فيما بينهما. ماذا يعني عددان أوليان فيما بينهما؟ العددان الأوليان فيما بينهما هما العددان اللذان قاسمهما المشترك الأكبر هو 1. عندما نبحث عن القواسم المشتركة بين هذين العددين نلاحظ أن أكبر قاسم مشترك بينهما هو 1، وبالتالي نقول أن هذان العددان أوليان فيما بينهما. السؤال الثالث كان اختزال الكسر 2268 على 847. لاختزال هذا الكسر توجد طريقة: إيجاد القاسم المشترك الأكبر للبسط والمقام. يعني إيجاد قواسم العدد 2268 ثم إيجاد قواسم العدد 847 وإيجاد القاسم المشترك الأكبر بينهما. هذا كان الطريقة الأولى. أما الطريقة الثانية إيجاد القاسم المشترك الأكبر باستعمال إما خوارزمية الطرح أو خوارزمية إقليت. خوارزمية إقليت هي أحسن طريقة خاصة للأعداد الكبيرة. نحسب القاسم المشترك الأكبر. 2268 يساوي 847 في 2 زائد 574. ماذا يعني هذا؟ كتذكير 2268 قسمة 847
يساوي 2 والباقي هو 574. الآن 847 الباقي يصبح هو المضروب في 1، لأنه 847 لا يوجد أي عدد من غير العدد 1، يمكننا أن نضربه في 574 لكي نجد 847، والباقي هو 273 بنفس الطريقة المتبعة. 574 يساوي 273 في 2 زائد 28، الباقي هو 28. بنفس الطريقة نكمل، 273 يساوي 28 في 9 زائد 21، 28 يساوي 21 في 1 زائد 7، يعني 28 قسمة 21 الحاصل هو 1 والباقي هو 7. ثم 21 قسمة 7 أي قسمة الباقي يساوي الحاصل هو 3 والباقي هو 0. هنا تنتهي عملية القسمة، ونقول أن القاسم المشترك الأكبر للعددين 2268 847 هو 7. إذن لاختزال هذا الكسر نقوم بقسمة البسط على 7 وقسمة المقام على 7، أي 2268 قسمة 7 يعطينا 324، و 847 قسمة 7 يعطينا 121. دائما السبعة هو القاسم المشترك الأكبر. نمر الآن إلى مفاهيم ماذا تعلمنا حول الأعداد الأولية فيما بينها وحول اختزال كسر. العددان الأوليان فيما بينهما، أ و ب عددان أوليان فيما بينهما، معناه أن قاسمهما المشترك الأكبر يساوي 1. الكسر الغير قابل للاختزال، أ و ب عددان طبيعيان حيث ب لا يساوي 0. الكسر A على B غير قابل للاختزال، يعني أن A و B أوليان فيما بينهما. إذا كان عندي كسر غير قابل للاختزال معناها القاسم المشترك الأكبر للبسط والمقام هو 1، وهذا يعني أن العددان أوليان فيما بينهما. ملاحظة، عندما نقسم كلا من حدي كسر على القاسم المشترك الأكبر لبسطه ومقامه نحصل على كسر غير قابل للاختزال. إذا قسمنا البسط والمقام على القاسم المشترك الأكبر لهذين العددين فإننا نحصل على كسر غير قابل للاختزال. نقوم الآن بتدريب لمفاهيم أكثر. أوجد القاسم المشترك الأكبر للعددين الطبيعيين 195 و156. سؤال ثاني، احسب العبارة A، يعني بسط العبارة A ثم اكتب الناتج على شكل كسر غير قابل للاختزال. العبارة A هي في البسط 8 زائد 7 على 4، وفي المقام 4 على 5 زائد 7. السؤال الثالث، الكسر 5 على 4 غير قابل للاختزال، علل، أي لماذا هو كسر غير قابل للاختزال؟ نقوم الآن بحل هذا التدريب. أولا حساب القاسم المشترك الأكبر للعددين 195 و156. نستعمل خوارزمية إقليتس لمعرفة القاسم المشترك الأكبر بما أنها هي أسهل طريقة. 195 قسمة 156 يساوي الحاصل هو 1 والباقي هو 39، ثم تصبح لدينا 156 قسمة 39 الحاصل هو 4 والباقي هو 0. وصلنا إلى نهاية هذه أو سلسلة هذه العمليات، وبالتالي نقول أن القاسم المشترك الأكبر للعددين 195 و156 هو 39. السؤال الموالي كان حساب العبارة A، يعني تبسيط العبارة A وكتابة الناتج على شكل كسر غير قابل للاختزال. تبسيط العبارة A، لدينا 8 زائد 7 على 4، ماذا نفعل؟ سنقوم بتوحيد المقامات بين 8 و7 على 4.
نعلم أن أي عدد طبيعي مقامه يساوي الواحد، وبالتالي 8 مقامه هو واحد. لتوحيد المقامات نضرب البسط في 4 والمقام في 4 حتى تصبح كلا المقامين، يعني في الكسر الأول المقام يصبح 4 وفي الكسر الثاني كذلك المقام يصبح 4، فنتحصل على 8 في 4 يساوي 32 و1 في 4 يساوي 4 زائد 7 على 4. بنفس الطريقة نوحد المقامات في المقام 4 على 5 زائد 7 زائد 7. 7 مقامه هو 1، كما ذكرنا سابقا أن أي عدد طبيعي يكون مقامه هو الواحد. إذا 7 مقامه 1 فيصبح 7 في 5 والواحد في 5، نتحصل على 4 على 5 زائد 7 في 5 يساوي 35 و1 في 5 يساوي 5. الآن نقوم بعملية الجمع بين العددين، 32 زائد 7 يساوي 39 على 4 و4 زائد 35 يساوي كذلك 39 على 5. 39 على 4 نعلم أن في عملية الكسر، يعني إذا كان عندي كسر قسمة كسر، في هذه عملية القسمة نضرب في مقلوب الكسر. كيف ذلك؟ البسط الأول يكتب على حاله، يعني 39 على 4 يكتب 39 على 4، ثم المقام هو الذي نضرب في مقلوبه في 5 على 39. الآن نقوم بعملية الاختزال، 39 مع 39 ويتبقى لدينا 5 على 4. السؤال كان بما أنه 5 على 4 غير قابل للاختزال، لماذا؟ الكسر 5 على 4 غير قابل للاختزال لأنه 5 و 4 أوليان فيما بينهما، أي قاسمهما المشترك الأكبر أو PGCD للعددين 5 و 4 هو الواحد، وبالتالي نقول أن العددان أوليان فيما بينهما. أعزائي التلاميذ، شكرا على حسن المتابعة والانتباه، لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء.